رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعاد النشرة الفنية الأسبوعية اللي بننقل لكم فيها أبرز الأخبار الفنية على مستوى مصر والوطن العربي والعالم. هنبدأ أخبارنا بإعلان أسرة الفنان اللبناني تشييع جنازته بكرة الاثنين من كنيسة القديسين ساجيوس ويخوص المنصف جبيل. تتلقى طبعا أسرة الفنان جورج الراسي العزاء النهاردة من الساعة 12 الظهر والحد 7 مساء، والعزاء هيكون من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 7 مساء في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وبخوس المنصف. الفنان اللبناني رحل عن عالمنا بعد إحيائه لحفلة في الأراضي السورية بسبب حادث سيارة سير في الأراضي اللبنانية، وطبعا ده تسبب أن عربيته اتخبطت في حاجز إسمنتي وقبل وصوله لحاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع، وده بسبب ان الطريق ما كانش فيه الإنارة الكافية عشان يقدر يشوف الرؤية تبقى واضحة. حادث مروع جدا وصادم لكل جمهور ومحبي الفنان اللبناني جورج الراسي. عدد كبير من الفنانين شاركوا في تقديم واجب العزاء، طبعا البقاء لله وإنا إليه راجعون.